بدي علبتين تونة نوع بوسمان، طبعا في عندهم كيترينج سايز بتيجي حجم كبير. بدي كوبين فلفل ملون مقطع الى مربعات صغيرة. بدنا مخلل مفروم، بدنا بصل مفروم، بدنا كمان خس مفروم وعصير الليمون وشوية من الملح وشوية من الفلفل. هاي طبعا وصفتنا للسلطة. فأول شيء راح أبدأ بإضافة التونة. هاي التونة هون، بسم الله، وبعديها طبعا التونة. في ناس بيحبوا، خاصة الرياضيين بيحبوا يأكلوا التونة حتى يبنوا عضلاتهم، فالتونة كثير كثير ممتازة في عملية إنه الإنسان يسوي عضلات. أوكي، هون خلينا نعملنا طلة صغيرة على الكاري ونشوف إيش صار فيه. نرفع الطنجرة، هاي الغليان عندي ما شاء الله ممتاز وعم بغلي، راح أسيبها كمان 10 دقائق تقريبا. شوفوا كيف الصوص، صوص ممتاز وكثيف، مش صوص مي، انتوا شايفين ممتاز. أوكي، خليها تطبخ، نرجع مرجوعنا على السلطة. فراح أضيف باقي المواد، وأنا عندي هون اللي هو الخس بعد التونة، وبعديها عندي أكيد الفليفلة، فليفلة خضراء حمراء صفراء بيعطينا. ممكن نضيف كمان في هاي المرحلة شوي من الباستا، البينا، المعكرونة، أي شيء عليها تطلع كتير مرتبة. هون راح أضيف الليمون والملح وأروح على الثلاجة أجيب، بدي أروح أجيب في هاي المايونيز، وراح اضيف الكميه كلها حسب المقادير عندكم. انا مرات بطبخ اكثر من المقادير شويه واقل شويه، لكن انتم المقادير هاي اللي عندكم مدروسه 100% والكميات يعني بالميلي. فبنخلط التونه مع الفليفله مع الخس مع الليمون مع الملح، ممكن نضيف كمان ثوم اذا بدنا، بنضيف زي ما حكيت لكم نضيف شويه من المعجنات اللي هي الباستا كمان، كثير تطلع مرتب. شوفوا المنظر محلاه على الشاشة أمامكم كيف أبتنت، يعني صح. في عندنا المخلل كمان، والله بمصاري يعني، هاي المخلل كمان نسينا المخلل، صحيح المخلل هو أطيب إشي بين المخلل. شوفوا كيف المنظر.